هذا الفيضان كان استثنائي يعني، أو هي تجمعات الأمطار كانت استثنائية ما بتحصل كل سنة مثلا، ممكن تحصل خلال عدة عقود أو سنوات. هذا الماء رح يكون ملوث بالمخلفات الموجودة بالشوارع، ممكن يصير بعض إذا في ظروف للصرف الصحي مثلا في أماكن محددة غير يعني غير مسيطر عليها، ممكن تؤدي إلى بعض التلوثات. السباحة في هذه المياه أو التعرض إليها لوقت طويل طبعاً ممكن يؤدي إلى اضطرابات، التهابات جلدية، ممكن ابتلاع هي الماء يعرض المريض لاضطرابات معوية أكثر من أنه ممكن يتعرض لها بالتماس العابر. أو